مادة اليوم راح تكون الخطأ فيها حقيبة اليد، لأنه هي مكمل الجمال الدائم لأي إطلالة. وهنا نشوف اللبس عبارة عن بنطلون وقميص من القماش المشجر، والخطأ طبعاً إن إحنا نستخدم الحقيبة اللي حجمها صغير ومليانة بالتفاصيل والألوان. وهنا استخدمنا حقيبة بلون أحمر وحجمها كبير عشان نبرز الإطلالة بشكل أحلى وأنيق.